للحديث إذا مشاهدينا عن هذا القصف الصهيوني المتكرر على مواقع لميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية في سوريا. ومعنا من اسطنبول هاتفيا الباحث في مركز جسور وائل العلوان للدراسات. مرحبا بكم أستاذ وائل. إذا لماذا يركز أو تركز هذه الطائرات الصهيونية قصفها على هذه المناطق في القصير ومطار الضبعة والشعيرات وغيرها من المناطق؟ يعني ما أهمية هذه الغارات على الأرض؟ نعم، تحياتي لكم. طبعا هذا الاستهداف من الواضح أنه مستمر في سياسة إسرائيل المباشرة لاستهداف الأهداف الحيوية والاستراتيجية الإيرانية في سوريا، الأهداف التي بمعظمها تكون لتطوير أسلحة، تطوير توجيه ورادارات وتطوير صواريخ. دائما ما تحاول إسرائيل رفض كل التحركات الإيرانية وتحركات حزب الله في سوريا، ولا تقوم إسرائيل بعمل واسع للحد من النفوذ الإيراني، أو على الأقل نقول هذا الاستهداف الإسرائيلي إلى الآن لم يحد من النفوذ الإيراني من حيث الوجود العسكري وتوزع النقاط العسكرية الإيرانية، لكن هناك رفض دقيق لتطوير الأسلحة ومراكز تطوير الأسلحة ونقل الأسلحة النوعية وبعيدة المدى والتي تشكل خطرا مباشرا على إسرائيل، ويتم التعامل بشكل مباشر معها. القصف الإسرائيلي اليوم على هذه المطارات استهدف مستودعات أسلحة فيها رؤوس صواريخ ذكية، فيها رادارات كان قد تم شحنها حديثا من إيران سابقا، أيضا على أهداف أيضا استراتيجية في حلب بشكل عام. عفوا، ولكن هذا القصف يعني غير مركز، يعني هذا القصف ليس الأول، سبقه كما تعلمون قصف أمريكي الشهير على مطار شعيرات. يعني لماذا لا يكون هناك قصف مكثف شامل ينهي وجود الميليشيات في سوريا؟ يعني هل نحن أمام قواعد اشتباك شبيهة بتلك التي حصلت في لبنان بين حزب الله وتل أبيب مثلا؟ بعض كان يشبه السياسة الإسرائيلية في سوريا تجاه النفوذ الإيراني بسياسة جز العشب وليس سياسة اقتلاع العشب. إلى الآن من الواضح أن السياسة الإسرائيلية في سوريا لا تهدف إلى إنهاء الوجود الإيراني أو حتى التقليل منه. لابد أن ندرك وأن تدرك الدول جميعا أن إيران تتقدم بشكل كبير جدا في سوريا، وتستغل طبعا حالة الاضطراب الأمني في جنوب سوريا، تستغل حالة العجز الروسي عن الاستثمار في ملف انتخابات الأسد لتحقيق وجود أمني أكبر في سوريا. إيران تتقدم سيدي 5 خطوات إلى الأمام، فتأتي القصف والضربات الإسرائيلية تعيدها خطوة إلى الوراء. إذن المكسب مع إسرائيل مع إيران في 4 خطوات كسبتها، تتقدم 5 أخرى يأتي القصف ليعيدها خطوة إلى الوراء. لماذا هذه الاستراتيجية برأيك من جانب الكيان الصهيوني وحتى أمريكا لنقل مع إيران في سوريا؟ يبدو أن المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لم يتخذ قرارا بإنهاء أو تقليل كبير من النفوذ الإيراني في سوريا، لأن هذا يتطلب التفاوض مع روسيا، وهذا يتطلب تنسيق أكبر مع روسيا. على ما يبدو أن طاولة المفاوضات الغربية الروسية، طاولة المفاوضات الأمريكية الروسية، وكذلك المفاوضات ما بين إسرائيل وروسيا ليست مرنة إلى هذا الحد الذي ممكن فيه الحديث عن ضربات أوسع وأكبر لإيران. لا ننسى أن الغرب ينتظر أيضا الاتفاق النووي مع إيران وتعريف اتفاق جديد وطبيعة جديدة للعلاقة الغربية مع إيران، لذلك لا يولون موضوع التصعيد أهمية كبيرة، في حين أن سيد الموقف الآن هو المراقبة عن كثب، ضرب فقط الأهداف بالفعل المزعجة التي يكون فيها نقل لصواريخ أو لمنظومات دفاع جوي أو لمنظومات صاروخية تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل. الآن الوجود العسكري مع انتشاره الكبير والذي يشكل تحديا كبيرا للمنطقة، لكنه لا يشكل التهديد المباشر بهذا الحجم لإسرائيل. طيب استاذ، عودة مقاطعة، ماذا عن النظام السوري في الداخل؟ إلى أي مدى بات رهينا لهذه الصراعات في المنطقة
التي تدار على أراضيه، وهو يحاول يعني ضربات خجولة ويستهدف فيها المدنيين، لا يعجز عن أكثر من ذلك. حتى يا سيدي تلك الضربات التي توجه إلى المدنيين التي يروح ضحاياها في هذه الأيام، في أيام العيد، أسر من المدنيين في جبل الزاوية وفي إدلب، النظام ينفذ ما تمليه عليه روسيا وإيران. لا أذهب بعيدا إلى الصراع بين روسيا وإيران بمقدار ما هو تنافس على الموارد وتنافس على حقية امتلاك القرار السيادي، لكن بشكل عام النظام الأسد لم يعد له وجود حقيقي، وجود مستقل، لا في الناحية الأمنية ولا في الناحية العسكرية ولا في الحكومة ولا حتى في المجتمع. اليوم هناك توسع إيراني كبير جدا في قطاع المجتمع المدني، هناك اختراق كبير جدا لإيران في المؤسسات الحكومية، هناك تحكم كبير في قطاع كبير من الجيش ومن الأمن لإيران في مقابل الباقي التحكم به من قبل روسيا. لذلك لا وجود فعلا للنظام الذي بات مرتهنا بشكل كامل لروسيا وإيران، ومجددا يحاول النظام فتح الباب لدخول صيني يعطيه بعض المزيد من الارتهان، لأن النظام يتقن أيضا موضوع اللعب على الأطراف المختلفة التي يرهن نفسه لها. نعم سيد وائل علوان، إذن باحث في مركز جسور للدراسات، شكرا جزيلا لك.